السلام عليكم، ازي حضرتك يا استاذه؟ بص حضرتك كده شايفه معايا هنا، تمام؟ ادي دي البلاستيكه اللي انا بقول لحضرتك عليها، اهي اللي هي مكتوب عليها المصنع. هتفتح ايه فوق منها؟ في شفه تانية فوق منها. بص حضرتك شايفاها كده، اهي مكان ما انا بعمل مكان صابع كده ما بين دي وما بين دي. ادي الشفه البلاستيك اللي انا بقول لحضرتك عليها، وادي ده اهي، تمام؟ هتعملي كده ضغطه تملى، ضغطه تملى. بص حضرتك اهي كل اهي عماله تملى، عماله تتنفخ اهي. بص حضرتك كده اهي، ضغطه ضغطه وتملى، ضغطه وتملى، تمام معايا؟ لازم حضرتك تقربي معايا كده اهو. انا بص مقرب لك الكاميرا جامد، مكان هنا مكان صابعي هنا كده حضرتك، تمام؟ ومكان اللي مكتوب عليها المصنع البالون. الشفه البلاستيك دي ترفعيها، تحطي البالونه، تحطي البسبوس بتاع الانبوب نفسه ما بين الكلمه بتاعت المصنع وما بين البلاستيكه البيضه الشفافه دي، وايه هتملى معاكي.